يوتيوب بالمجد للأطفال، اشترك الآن. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا بكاش عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك يا بكاش. 15 جنيه ليه؟ ب 15 جنيه ليه يا عم؟ بقى طول عمره ب 10 جنيه في ايه يا عم؟ هو افترى؟ احنا هوا محدش قال. ايوه اهلا وسهلا، اهلا صديقي معاذ، اهلا صديقي نور، اهلا بكل مشاهدينا. بكاش، وعدتنا انك تعمل لقاء حصري مع صاحب الفكره دي، فهل قدرت تعمل كده؟ لا بص يا استاذ معاذ، عشان نبقى متفقين من الاول، انت ما ينفعش تقلل من قدرتي. ليه بقى؟ لان انت شغال معاكم مش اي حد، انت شغال معاك بكاش احمد بكاش، يعني مش اي حد في القناه. يعني انا قدرت طبعا بعلاقات القويه، وقدرت طبعا بكل الاتصالات الجامده ان انا اقدر احدد ميعاد مع الاستاذ صاحب فكره الطياره. ومش كده وبس، انا لما قعدت معاه قعده شخصيه، يعني قعدنا نتكلم طبعا، فباب لبقتي وعندي كده انا فاهم لبقه في الكلام، قدرت اقنعه ان احنا نطلع النهارده حصري ولايف على قناتنا. فمش معقول يعني تقلل من قدرتي يعني يا استاذ معاذ. هايل جدا. طب ممكن تساله يعني عن ردود افعال الاطفال لما جربوا ان هم يركبوا الطياره دي؟ شوف استاذ معاذ، حضرتك كانك بتقرا افكاري. حضرتك انا طبعا فعليا كنت حاطط نفس الاسئله اللي انت قلتها ديت في ضمن الاسئله اللي كنت هسالها له ان شاء الله لو كنا قابلنا النهارده. لكن انا لغيت الميعاد. لغيت الميعاد عشان لغيت الميعاد عشان لقيت حاجه اهم، لقيت خبر حصري، خبر يعني حاجه اهم من حوار الطياره دي طبعا. وايه الانفراد الاهم ده يا بكاش؟ الانفراد الاهم ده هو يعني تحقيق احلام الاطفال الفقراء، ان هم يحققوا حلمهم ويطلعوا للفضاء عن طريق سفينه فضائيه. وكل ده مقابل ايه؟ مقابل يا استاذ معاذ، انت استاذ نور، مقابل دولار واحد. دولار واحد حضرتك تقدر توصل للفضاء. يا سلام، مشروع تحفه. تقدر تصور لنا من جوه المركبه؟ طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني لما يتم عمل المركبه ان شاء الله احنا ناويين نطلع نصور ان شاء الله باذن الله، مش هنسيبها كده يعني، مش معقوله يعني استاذ معاذ. انت بتقول ايه؟ هو الموضوع ده لسه ما اتنفذش؟ هو حضرتك لسه هو قيد التحقيق. قيد التحقيق يعني حضرتك طبعا مذيع كبير وعارف ان قيد التحقيق يعني لسه تحت الانشاء. بس احنا قلنا ايه، نصور لايف يعني حضرتك، يبقى كده احنا عملنا السبق الصحفي بتاعنا ولا ايه؟ انا مش فاهم، سبق ايه؟ هو يعني انت لغيت ميعاد مهم مع شخص مهم عشان تذيع لنا خبر ما لسه ما اتعملش؟ لا حضرتك استاذ نور لو سمحت، انا ما اسمحش لحضرتك. لا هو انا مش لغيت، ما هو انا لغيت الموعد ده عشان حاجه مهمه. ما احنا لما نعمل نصور الحاجات تحت الانشاء حضرتك، اللي احنا بننشئ السفينه الفضائيه دي، هنبقى احنا عملنا سبق صحفي حضرتك، وده هيبقى مكسب للقناه عندنا. وبعدين احنا ابتدينا نلم التبرعات ان شاء الله باذن الله. لحظه واحده، انت قلت مشروعنا؟ مشروعنا. هو ده مش مشروعنا؟ ما انا ثانيه واحده حضرتك، انت محدش فاهم حاجه. بص حضرتك اهو، ده بدايه مشروعنا حضرتك، ان احنا هنتبرع، كل واحد معدي بيتبرع لنا بفلوس عشان نقدر ننشئ السفينه بتاعتنا الفضائيه، ونقدر نحقق احلام الاطفال الفقراء. هو مش معنى كده ان الاطفال الفقراء ما بيطلعش الفضاء حضرتك، وانا صاحب المشروع ده حضرتك، انا صاحبه. يا ربي، ضاع الخبر عشان مشروع وهمي. مشروع وهمي؟ لا انا ما اسمحلكش يا استاذ معاذ، انا مش مشروعي وهمي حضرتك، انا بقول لك حضرتك قيد التنفيذ. وانا حضرتك عشان خاطر المصداقيه حضرتك، وتقدروا تصدقوني ان انا في مشروع جاد، احنا هنفتح الحصاله لايف قدام حضراتكم على الهوا، عشان نقدر نشوف احنا جمعنا كام فلوس. ماشي، احنا طيب. هنفتح الحصاله، بنتمنى التوفيق لمراسلنا بفتح الحصاله ومشاريعه الوهميه.